أريد بهذه المناسبة أن أحيي الجيش الوطني الشعبي على عملهم هذا. في 48 ساعة استطاعوا أن يذهبوا إلى الصين وأن يأتون بهذه البضائع. كما أهني السلك الأطباء وأعوان المستشفيات على عملهم القيم الذين يعملون بدون هوادة في لحماية المواطنين وحماية المصابين. وأحيي كذلك مختلف شرائح المجتمع الجزائري بمساعدتهم الكبيرة وهذه الهبة التي جعلت الجزائريين يتضامنون في مثل هذه المحن. فأحييهم بهذه المناسبة، وأحيي كذلك الإدارات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة. فكلنا مجندين إن شاء الله للخروج من هذه الأزمة ونأخذ بعين العبر من هذه